مرحبا بكم شباب، معكم مادي الزواري كالعادة. دونك في الفيديو هذا شباب باش يكون خاص فقط كم جماعة الأنسيا ريجيم، باش نحكي لكم على أوفر متأكد باش يعاون ياسر جماعة الأنسيا ريجيم، يعني اللي معودين الباك وهذا يعاونهم الثاني. جماعة الأنسيا ريجيم شباب الحق ما ننصحش إنه التلميذ متاع أنسيا ريجيم يقعد يقرأ في لايف، واش نفسر لكم علاش؟ خاطر التلميذ ديجا معاود عنده فكرة على الدروس، صحيح فما دروس مش فاهمهم بالباهي، لكن سادة فما دروس فاهمهم. إنه يقعد يقرأ بالطريقة العادية ويقرأ في يوتيوب عادي سواء بريزونسيال ولا أونلاين، هذا باش يخسرك وقت وجهد وتعب والحاجات هذه الكل. دونك الاوفر اللي عندنا منه شباب لهني ومتاكد باش يعاون على خرج جماعه الانسيان ريجيم، اللي هو اوفر نتاع عام كامل، معناها باك نتاع عام كامل ترقى فيه لي فيديو نتاع عام كامل، مش دي فيديو يوتيوب شباب ولا دي فيديو قصار، نحكيو على دي لايف تحديدا 33 فيديو من لوجيكم بين اطوار للموتير دريفازي، يعني 66 ساعه تقريبا، 66 ساعه دي لايف فيهم الاسئله الكل، فيهم لي باك الكل مخدومه نتاعنا الحقيقيه اللي نقري بها ديجا. ودون هذا شباب انت باش تسالني تقول لي مثال، كان انا عندي سؤال خاطر هذا اللي نتفرج عليه هو تسجيلات معناها ماشي لايف. اوكي اللي كان عندك اي سؤال ولا حاجه مش مفهومه باش يكون عندنا جروب ميسنجر شباب، دونك تنجم تهبط سؤالك الغادي وانا نبدا معاكم في الجروب ميسنجر نجم نجاوبك على السؤال هذا. وهيك تكون نجم من اول ما تدخل ديجا تلقى الدروس الكل قدامك وتركز ديجا كان الحوايج اللي انت عندك فيهم مشاكل. والاوفر هذا باش تبيع باش يكون ارخص برشا من اللي انت تقرا لايف، وباش يربحك وقت وباش يربحك وجهد وباش يربحك برشا حاجات. بالحق انا ننصح بيه على الاخر لاي واحد قاعد يعاود في العام باش ما تقعدش تضيع في وقتك، تركز كان على الحاجه اللي حاجتك بها. دونك كان عندك اي تساؤل تحب تساله على الاوفر هذا ولا تحب تشارك فيه ديجا الاوفر هذا شباب، نخليكم في اليوتيوب اللوت الديسكريبسيون كيفاش نجم تكونتاكتي معنا زواري سكول، ونخلي لك ساده الفوق في الفيسبوك كيفاش نجم تكونتاكتي معنا وتتحصل على المعطيات الكل. هيك نكونوا كملنا فيديونا شباب، ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل، وملتقانا ان شاء الله في فيديو اخر.